لعبت اللعبة بالصدفة. أول جورنان كتب عليا في النادي إن أنا بطلة بالصدفة، كان عندي 12 سنة، دخلت بطولة. لعبتيها صدفة. لعبتها بالصدفة. أنا كنت أصلا بتمرن باليه وبلعب خماسي، والبول كان قدام ملاعب الكروكيه. بابايا كان بيلعب جاست فور فان، يعني بيجرب، يعني بيلعب مع أصحابه بيروح يجرب. قلت لبابا عايزة أجرب ألعب، قال لي لا، ودي لعبة ناس كبار. زمان كان الكونسيبت بتاعها ان هي لعبة ناس كبار. جربت ولعبت، عملوا بطولة تحت 16 سنة، دخلت البطولة، وصلت فاينل في البطولة، ما شاء الله. بقيت بطلة بقى في النادي يعني. على طول طبعا، على ما شاء بس الله. يعني طبعا كانت لسه، كنت لسه صغيرة يعني، كنت لسه بجرب ايه اللعبة وايه الرولز بتاعتها، وبدأت بقى فيها من وانا عندي 12 سنة. ما شاء الله بجد، لا حاجة جميلة جدا جدا. عايزة يعني انت ايه اللي شدك؟ يعني هما عشان هما قالوا لك مثلا هي لعبة كبار، فكان عندك تحدي ان انت لا تجربي، ولا كان ايه اللي شدك اصلا لا هي للعبة؟ دي حقيقة، وانا اصلا في شخصيتي عامة بحب التشالنج جدا يعني. بس هي لا، ما كانتش كده معايا في الاول. انا في الاول عندي قوة ملاحظة جدا يعني، انا بحب انشن، بحب العب اي حاجة فيها تنشين، بحب اقعد اجرب كده وانا صغيرة. حلو. فقلت لبابا انا عايزة اجرب يعني انتوا بتعملوا ايه يعني؟ قال لي لا، وما ينفعش، وظهرك والجمباز والخماسي والباليه والحاجات دي لا. جربت، لعبت، لقيت نفسي ان انا بنشن كويس جدا. هي اللعبة بتاعتنا بتحتاج تركيز، بتحتاج نشان. جربت، لعبت، لقيت نفسي الدنيا مشيت معايا كويس. طبعا كان في كابتن خالد يونس، لحد دلوقتي لسه بيمرني من وانا عندي 12 سنه، نحييه طبعا، اخدني نحييه جدا ورعاني. طبعا. ده يعني هي از ماي رول موديل، كابتن خالد يونس، كل بقالي التحية 21 والتقدير سنه ليه بلعب طبعا. معاه. خدني بقى الاول في بطوله وانا عندي 15 سنه، قالوا لي هلعب بطوله جمهوريه. كان الاول بيمرني، قعد سنه او سنتين بيمرني. بعد كده لعبت بطولة وأنا عندي 15 سنة، بطولة الجمهورية. كانت الجايزة بتاعتها اللي يكسب البطولة يلعب كأس عالم في 2005 واو. مع كبار. فكانت بالنسبة لي تشالنج رهيبة جدا بقى، أنا بلعب مع ناس كبيرة مينيمم بير ايج يعني 40 50 سنة، وأنا عندي 15 سنة أو 13 سنة. فكانت حاجة بالنسبة لي تشالنج فوق التشالنج، يعني بالظبط انتي يعني المسابقة لوحدها تشالنج، فانتي بالظبط. عاملة تشالنج اكبر منه كمان، عاملة رقم قياسي، انتي اكبر الحمد اصغر لله منهم في السن كلهم. بالظبط. انتي اكيد كنتي اصغر حد بيلعب كنت اللعبة أصغر دي واحدة في البطولة فعلا. في المجال ده. طب اشرح لنا بقى الكروكيه اكتر، علشان الناس عايزة اكيد تعرف بقى ليه باباكي قالك ان هي لعبة كبار، وليه قالك علشان العصاية او علشان ظهرك او كده. قولي لي اكتر بقى بصي، هي عنها. زمان كان الكونسيبت بتاعها ان هي الناس الكبيره بس اللي بتلعبها، عشان هم بينزلوا يتمشوا في الملعب والدنيا لعبه فيري لايت يعني. بس دلوقتي لا، احنا كلنا شباب يعني، احنا ابطال اللعبه كلها دلوقتي كلها شباب، ناس في سني وناس اصغر مني كمان. احنا عندنا ابطال تحت 21 سنه، بطل عالم تاني العالم ده اسمه فوزي. عندنا ناس صغيرين اكتر اصغر مني كمان يعني. بس هي البدايه كانت مختلفه معايا شويه يعني، ميبي جت معايا فعلا صدفه، وان هو حد تالنتد في اللعبه مش اكتر ولا اقل يعني. انا عايزه اعرف عن اللعبه نفسها، اشرحي لي اللعبه نفسها. اللعبه هي زي البلياردو، زي لعب كتيره. اوكي. في ستارت في الملعب، الكور بتبقى ليها شكل معين. في كور مصريه وكور اسمها داوسون، دي بنلعب بيها بره، بس احنا مينلي بنلعب في مصر بالكور المصريه ديت. الكور ليها ترتيب معين، الازرق والاسود مع بعض والاحمر والاصفر مع بعض. ده تيم وده تيم. هي لعبه انديفيديوال، لعبه فرديه ولعبه جماعيه. لعبه جماعيه ازاي؟ ممكن احنا تتلعب كده وممكن تتلعب ممكن كده. يلعب اتنين قصاد بعض، واحد وواحده او واحده وواحد، وممكن برضو يبقوا تبقى تيم بقى. دبل، دبل ميكس او دبل اوبن او دبل ليدي او دبل مان. في ستارت في الملعب، في لاين معين بنبتدي منه، بنطلع بالازرق الاول، بعد كده الاحمر، بعد كده الاسود، بعد كده الاصفر. بنمشي على الهوبس بتاعتنا ديت، الارسول الحديد اللي في الارض ده اسمه ارسول. ليها بقى سيكونس معينه بترتيب معين، كل واحد طبعا بيحاول يشيل التاني، وليها مهارات. هي يعني في الشرح الملعب اكبر يعني بكتير، ليها بقى مهارات معينه. ليه الناس عارفة الجولف أكتر من الكروكيه؟ وليه دايما بيحصل ما بينهم خلط؟ هو الجولف حاجه والكروكيه حاجه، هي بيبي عشان عشان الكروكيه فيها مش عصاية وكورة. بالظبط كده أيوة، يعني. هي الفكرة في كمان، ده اللي أنا بس أقصده. هي مختلفه يعني، يعني هو لعبه مختلفه، الرولز طبعا مختلفه، طبعا. لعبه مش سهله خالص، بتحتاج تركيز، بتحتاج حد عنده قوه ملاحظه عاليه جدا، حد بيحاول يبقى عنده تشالنج. اصلا هي لعبه صعبه جدا، ماسكه المضرب اصلا لوحدها مش حاجه سهله. المضرب ده تقيل هيفي يعني، عشان كده بس بقى طبعا كل برضو كان. واحد ليه مضرب معين، بمقاس معين، بوزن معين ليه. بس
عظيم والله، عظيم جدا جدا. نرجع تاني بقى الفترة انت كنت فيها صغيرة من سن ال 12 وبدايتك، وبعد كده بدأتي تاخدي بطولات، اكيد بقى كان بيحصل يعني شوية دروبات في الدراسة او كده، ولا انت كنت بتعرفي لا انا كنت بعرف يعني، انا عمري ما مامتي وبابايا قالوا لي ذاكري. طب ازاي بقى كنت تعرفي انا كنت دايما يعني انا طول عمري بلعب رياضة، ما لعبتش كروكيه بس، انا لعبت رياضات كتيرة جدا، بس مينلي كملت في الكروكيه لان انا كابتن خالد زي ما قلت لك انا اخدني يعني رعاني وعمل مني بطله بصراحه يعني، هو ليه فضل كبير عليا جدا جدا كابتن خالد يونس يعني، هو المدير العام بتاع المنتخبات، بيمرن الشباب وبيمرن الكبار، بيمرن كل الناس. ما كانش تشالنج رهيب بالنسبه لي في الدراسه، انا من الناس اللي هي بحب لما اعمل حاجه اعملها من اي تو زي، يعني اعملها من اولها لاخرها صح. كنت بذاكر، اخلص مذاكرتي، اخلص مدرسه، اروح التمارين، اخلص التمارين، العب ماتشات في الويك اند، فكان عمري ما حد قال لي ذاكري يعني، انا كنت بذاكر انت لوحدي، عارفه التاسك انا اللي عارفه عليكي انا بعمل كده ايه. كده. سبيشالي كمان برضو لما كنت في الجامعه، انا كنت في اداب انجلش عن شمس، فبرضو كنت لا موفقه ما بين الجامعه وما بين الماتشات وما بين البطولات ما وسفر شاء كمان، الله، لان احنا كنا بنسافر كتير جدا في بالظبط. البطولات، فمش حاجه يعني صعبه، بس هي حاجه بتبقى من جوه البني ادم يعني، اللي هو ما يعني شاء هو الله، عاوز يلتزم تمام، مش عاوز خلاص. وينجح في كل بالظبط. كل المسارات اللي ماشي فيها، ولا لا؟ صح. طيب هل ليها شروط معينة كلعبة؟ ليها شروط معينة؟ ليها مثلا مراحل عمرية معينة، ما ينفعش يدخل أقل من سن كذا، ومثلا فوق سن كذا برضو ما ينفعش، هل في حاجات كده؟ زمان كانت مش قبل 16 سنة، أوكي، دلوقتي بقت 14 سنة. بعد ما عملنا الرقم القياسي بالظبط وكسرنا كده. الحاجز. دلوقتي بقت 14 سنة، بس يعني احنا بنقول للناس في رياضات تانية ممكن يلعبوها وهم صغيرين عشان الفتنس بتاعهم يبقى اعلى، وانس مثلا بقوا 14 15 سنة يبتدوا يعرفوا يلعبوا، ان المضرب تقيل، ظهرهم ما يتعبهمش، فبنبتدي نمرنهم يعني. كابتن خالد برضو عامل اكاديمي للشباب والاطفال، بيمرن ناس صغيرين جدا، عندنا فيهم واحد عنده 8 سنين و10 سنين كنا بنمرنهم برضو. هايل. حاجة هو بيبقى دي حد موهوب يعني، حد صغير قوي ان هو حتى يعرف يمسك المضرب، دي مش حاجة سهلة خالص.